من جانب آخر، دعا موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن دي مستورا في ختام زيارة إلى دمشق، دعا إلى وقف جديد لإطلاق النار للبناء على الجهود الدبلوماسية المبذولة في فيينا الرامية إلى إنهاء النزاع. ناقشنا مختلف الجوانب التي تطرقت إليها محادثات فيينا، كون الحكومة السورية والمعارضة لم تكونا موجودتين، وأعتقد أنه من المهم جدا أن يشارك بها السوريون جميعهم. هذا من واجباتي وأنا هنا لأفعل ذلك.